أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير وأهلا ومرحبا بحضراتكم في القاهرة ويكند. النهاردة الجمعة ومش هنشوفكم لمدة الأسبوع الجاي، ونتقابل الخميس الجاي إن شاء الله. احنا مفروض نبتدي في 5 دقايق نخلص الانترو، لان عندنا يوم حافل وطويل جدا. بس في 5 دقايق دول انا هقرا لكم خبر. يمكن الاول لازم اقول مساء الخير يا شفكي. مساء النور يا عزيزي. بصي انا هقول لك على حاجه. الخبر ده صدقيني الكلام اللي بقوله لك ما كانش هو ده الخبر اللي موترك عشان انا داخل هو بتكلم معاك وانت قاعد تقراه. هو مش حكايه الخبر ده لو صحيح انا ما اعرفش مدى صحته، لان الريفرنسز في ناس بتقول وفي ناس بتقول لا. وانا صدقوني ما كنتش عايز ان انا اقوله، لانه شيء مقزز. مش مقزز، لا، شيء مرعب. يعني هورر موفي، فيلم رعب. ولو كان صح ارجوكم بلاش تناقشوه في مجلس الشعب. ارجوكم ارجوكم ارجوكم، انتوا خليتوني اتكلم في السياسه وانا ماليش دعوه بالسياسه اصلا، لكن ارجوكم اوعوا تناقشوا المشروع ده في مجلس الشعب. حقراركم نص الخبر بيقول ايه. بيرادي فرشاك يا شفتي. انت يعني هل هو ده الورق اللي جابوه دلوقتي؟ طيب اقرا. مشروع قانون يبيح جماع الزوجه بعد وفاتها. هقول الخبر تاني. مشروع قانون يبيح جماع الزوجه بعد وفاتها. أثار مشروع قانون تردد، عشان كده بقول لكم أنا ما أعرفش إذا كان الخبر ده صحيح ولا لا، بس أرجو إنه إن شاء الله ما يكونش صحيح. تردد إن أحد نواب التيار السلفي بمجلس الشعب تقدم به أخيرا، يتضمن السماح للزوج أو الزوجة بمعاشرة الطرف الآخر أي ساعات من وفاته جدلا الصحف والمواقع العالمية. تفاصيل كتير مش قادرة اوصفها. يعني انت ايه رايك؟ انا بقرا بقيه اللي مكتوب، ويعني اللي هو عندي صدمه نفسيه. لكن خليني اقول، يعني اولا حتى ما قلتش للناس مساء الخير عليكم، يعني يمكن دخول عزت بسرعه ومعاه الخبر ده وقعد يتكلم كده في الاستوديو مخلانا كده في حاله، حتى يعني النهارده عندنا الحقيقه يوم طويل. ولكن خليني اكمل لكم. يعني مثلا بص، دكتوره ميرفة التلاوي نقلا عن عدد من المواقع الصحف العالميه، رساله للدكتوره ميرفة التلاوي لدكتور سعد الكتتني رئيس البرلمان، ونشرها موقع العربيه باللغه الانجليزيه، واللي عبرت فيها دكتوره ميرفة عن مخاوفها من ان يكون هذا القانون اللي هو زي ما عزت قال قانون يبيح جماع الزوجه بعد وفاتها. عبرت فيه عن مخاوفها من ان يكون هذا القانون وسيله لتهميش دور المراه والانتقاص من حقها. انت قريت الحته الثانيه؟ يتضمن ايضا السماح، بيقول لك ايه، كان عدد من المواقع المصريه والعربيه والاجنبيه قد تحدث عن مشروع قانون اقترحه اعضاء التيار السلفي بمجلس الشعب، يتضمن السماح للزوج او الزوجه، يعني الزوجه كمان من حقها تجاه زوجها، دي صعب، بمعاشره الطرف الاخر حتى 6 ساعات من وفاته، استنادا على فتوى مغربيه من المغرب، يعني أجازت بالجماع عقب الوفاة فيما يعرف إعلاميا بقانون جماع الوداع. جماع الوداع كما يتضمن القانون أيضا تخفيض سن زواج المرأة إلى 14 سنة. يعني القانون فيه حاجتين، يبيح جماع الزوجة بعد وفاتها ب6 ساعات، أو الزوج يعني نفس الشيء طبقا للفتوى اللي بيقولوا عليها دي، وكمان تخفيض، يعني المرأة المفروض أن هي لما بتتجوز أعتقد 18 سنة انه نرجع تاني 14 سنة. يعني صحيفة الديلي مير البريطانية عايز تقول تقراها لنا يوم الجمعة قالت ايه؟ لا ريا انت، انا مش قادر اقرا بقى اكتر من كده في الموضوع ده. صحيح، يعني هو نفس الحاجات، حتى لو مواقع، يعني مواقع نقلت هذا المشروع او فكرة اقامة هذا المشروع وهو لعضو من التيار السلفي داخل البرلمان، هل تتخيلوا بان هذا مجلس الشعب المصري، مجلس الشعب اللي انا عندي مشاكل في البلد كثيره جدا،
انا اقعد اناقش مثل هذه الاشياء؟ يعني تتخيلوا لما يكون، خلينا نتكلم عادي، يعني خليني اكلمكم عادي، واحده توفت او الزوج توفى، هل ممكن في الوقت الست ساعات اللي بيبقى فيها الغسل وفيها حادث الوفاه ده، حدث جلل بيبقى البيت في حاله غير طبيعيه، هل تتخيلوا يعني من الافضل ان يتم قراءه القران وقراءه اشياء طيبه وبتبقى الناس في حاله هستيريه انه يحصل ده؟ يعني This is sick. يعني ده مرض نفسي اللي يفكر في حاجه كده ده يطلع في لا لا رعب. احنا عاوزين بجد من مجلس الشعب والاعضاء المحترمين اذا كان هناك افكار مثل هذه تطلعوا بسرعه وتقولوا لنا، زي ما بتعملوا جلسات طارئه وجلسات عمل، لازم الاشياء دي تطلعوا تقولوا لنا اصلها ايه، يعني اذا كان بجد ده الاصل تطلعوا وتقولوا لنا اصلها ايه، ولو كان يعني كذب تقولوا لنا الكلام ده كذب يا جماعه، لازم اذا كان كذب. لكن ما ينفعش انه يبقى مجلس الشعب المصري اللي موجود بعد ثوره، يعني ثوره نبيله نظيفه، ثوره ما قامتش عشان يعني يبقى فيها جماع الزوجه بعد وفاتها او جماع الزوج بعد وفاته، يعني مش معقول يا جماعه، مش معقول. على العموم يا شفكي احنا هنتكلم في الموضوع ده بالاستفاضه في الفقره اللي جايه على طول، الندوه عن المراه والطفل في برنامج المرشحين، هيبقى معانا دكتور عبد الله النجار استاذ الشريعه بجامعه الازهر، ودكتور نيفين مسعد عضو المجلس القومي للمراه واستاذ العلوم السياسيه، هنتكلم اكتر وهيفيدونا اكتر، وعايزين حد يا ينفي يا ياكد الخبر ده لو سمحت. من ساعه ما عرفته انا بجد، ما انا قلت لك يعني سوري وبقول للساده المشاهدين مش قادره اتخيل، بس ده يعني مش قادره اتخيل ان حد بدل ما يفتكر لها الشيء الطيب او هي تفتكر له الشيء الطيب، يبقى يعني ايه جماعه الوداع؟ معلش يعني انا كسيده اخجل في الحديث في الاشياء دي، ولكن صدقوني هنا مفيش خجل، هنا في صرخه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه حد متوفي ويبقى فيه جماع؟ لحظه جماع يعني ساتر يا رب. طيب قول بقى. ما هقول ايه، ما فيش حاجه تتقال، المفروض ان انت بقى خلينا نخش على الفقره. طيب خلينا عندنا الفقره المفروض ان هي لطيفه ربما تلطف من اللي احنا بنسمعه ده، ولكن عندنا يعني يمكن مش هنكلمكم على الفقره دي لحد ما ضيفتها تيجي لان هي كمان هنشوفها، ولكن خلينا نقول لكم هيبقى عندنا ايه. عندنا ندوه مهمه جدا، انتم عارفين ان احنا بدانا في الويك اند كمان ان احنا نبقى معاكم، خاصه بانه الانتخابات الرئاسيه خلاص على الابواب وحاجات كتير انتم عايزين تفهموها. قررنا في الويك اند حاجه لطيفه جدا، احنا بيهمنا ان احنا نعرف من خلال برامج المرشحين ما الذي احنا كمجتمع، احنا كاسر، انا كمراه، طفل، رجل، شباب، انا هستفيد ايه؟ برنامجه الانتخابي المرشح جايب سيرتي ولا لا؟ بالظبط، انا موجوده فيه ولا مش موجوده؟ يعني ده سؤال مهم لكل الناس، مش بالزبط. بس مش بس للطفل والمراه، انا اسف، بس للناس اللي تعدي 60 مثلا، للتعليم، صحة، للفن، ايه رايك في الفن والاعلام والثقافه والكلام ده؟ يعني ايه موقفك من الكلام ده؟ ولا الحقيقه عايز اقول لك يعني مفيش خالص حاجه بتقول، بس ربما يكون في حاجه اللي هي اللي عارف اللي هي الشمسيه الكبيره اللي هي تحتها بقى، ممكن يبقى ما ينفعش تاني بقى، ما ينفعش تاني الكلام ده والكلام العايم، وان شاء الله والخطه الخمسيه والخطه العشريه لما اتقرفنا بقى من الكلام ده خلاص، عايزين تجديد بجد يا جماعه في عرضكم. وخلينا نقول للناس ليه احنا هنعمل ده في الويك اند، احنا قررنا نعمل ده في الويك اند لانه الحقيقه في ناس مع احترامنا للسياسه وتاريخهم السياسي، لكن كمان يهمني اعرف هو بيفكر ازاي فيا مجتمعيا، ويهم حضرتك والمشاهدين اللي موجودين برا مصر اللي هيصوتوا في الانتخابات الرئاسيه، وايضا المشاهدين الموجودين في مصر يفهموا شخصيه المرشح، شخصيته هتبقى عامله ازاي، بيفكر فينا ازاي، هيحل مشاكلنا ازاي، ده هيبقى مهم جدا ان احنا هنعرفه معاكم النهارده، محددين نقطتين مهمين جدا، المراه والطفل. بالظبط كده. بعد كده تقول لنا طيب بقى هنخرج ولا نكمل عندنا الكلام؟ عندنا حاجه تانية مهمه بقى. عندنا حاجات مهمه بس نقولهم دلوقتي ولا لما هنقول كله وبعدين نقول كله بعد كده هنطلع على هاله فاخر في المطبخ. لا حبيبتي. في قبل هاله حاجه ولا في لا 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 مفيش الفقره اللي تليها يعني يعني تكمله الندوه. هيبقى معانا ندوه التحليل ودي مهمه قوي، شخصيات المرشحين. في ده تحليل مهم جدا ولطيف جدا في نفس الوقت. في حاجه اسمها البادي لانجويج، احنا كممثلين بنعرفها كويس قوي، اللي هي لغه الجسم. يعني مش معقول تكون زعلان ومكتئب وبتعمل كده، لا يمكن، لا يمكن تكون فرحان وقاعد كده، فاهم؟ فدي البادي لانجويج. كل لغه جسم بتدل على شخصيه، واعتقد دي حضراتكم ممكن تعرفوها من غير ما نشرحها حتى،
على شخصية وحالة الشخص اللي احنا بندرس البادي لانجوج بتاعه. هندرس البادي لانجوج بتاع كذا مرشح لرئاسة الجمهورية، وهيكون معانا دكتور رغدة السعيد، معلش بقى ما بشوفش من غير الشوافة، خبيرة البادي لانجوج، دكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي. هنتكلم عن تحليل شخصيات المرشحين يا شفكي، شفيق بسطويسي مرسي صباحي. وده كمان مفيد، يعني زي ما احنا هنتكلم عن برامجهم وتحديدا عندنا نقطتين، هنتكلم عن البادي لانجوج. حد مثلا يا عزت ممكن يقول طب وانا يهمني ايه؟ لا يهمك، لانه البادي لانجوج انت هتقدر، انت عايز تفهم انت بتدي صوتك لمين؟ مين هيبقى رئيس جمهوريه مصر العربيه؟ يعني مين؟ هل البادي، هل هو مثلا متخاذل ما عندوش جراه، قوي الشخصيه، ضعيف قوي الشخصيه، عنده حضور قوي، عنده اتخاذ القرار عنده قوي، كل ده هنعرفه من خلال حاجات خاصة بيهم هنعرضها عليكم، هتبقى فرصة جيدة جدا ان انتم كمان تتعرفوا عليهم عن قرب. وهنختم اكيد مع هالة، واكيد هالة النهاردة اعتقد ان هي كانت بتقول النهاردة هتعمل حاجة لطيفة وعندها موضوع برضو اكيد هتتكلم فيه معاكم. ناخد اول فاصل تحب ونبدأ بعد كده؟ ايوه يلا بينا. طيب هناخد اول فاصل مع حضراتكم وهنبدا على طول مع فقره، والفقره دي مع البنت اللهلوبه. مين اللهلوبه؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل، ابقوا معانا.